ولا يا ستير حبايبنا، اليوم نزل عنا سنايبر جديد يا ستير. سو ليديز اند جنتلمان حبايبي الكرام، راح ندخل نشوف شو وضعه، وش كويس ما كويس، نجرب تمام اوكي. وبعدين نزل بنفس الوقت سكين الاساسن كريد يا ستير. اسمع كيف معلم، وين الاساسن كريد هذا؟ هو هون يا بوي. اوكي يا ستير حبايبنا الكرام، لا تنسى تصلوا على الحبيب محمد عليه الصلاه والسلام على ناس، لا تنسى باللايكات والشيرات وزر الاشتراك والزر فعل الجرس. اوكي ركز معي، شباب متحمس كثير، شباب تعرفوا ليش متحمس؟ لانه شباب انا من عشاق اساسن كريد، شباب من عشاق سلسله اساسن كريد شباب، اللي هي احد اقوى العاب بالتختيم والقصص وكل ما بعدها معلم. طبعا بالمناسبه اللي ما بيعرف شبنا، احنا الان قاعد عم بعمل تختيم السلسله شاب من اول جزء لنطلع على اخر جزء، اوكي يا اساطير، لانه في اكثر من خمس ست اجزاء، اوكي يا اساطير. المهم حبايبنا الكرام، ما راح نطول عليكم اكثر من هيك يا اساطير، خلينا ندخل نشوف الوضع اللوز، ليتس جو، ندخل على الحدث هذا يا اساطير ونشوف الوضع. او ماي جاد، او ماي جاد معلم، سكر لي هذا معلم. اوكي حبايبنا الكرام، قبل كل شيء يا اساطير، عندنا نسل الصحراء معلم الاول، اوكي، ظهر ما له خاصيات، تمام، بس راح اشوف الجميع جميع الجواز، خلينا نشوف الجميع الجواز، نشوف، اوكي، خلينا نشوف، شوفي ما في، اوكي، كل شيء تمام معلم، تمام، واي شباب ركزوا لي، حتى الاشارات تبعت الاساسنس يعني شيء باللوس، ركزوا معي كيف حبايبنا، نسل الصحراء جناح المعدنية، هذا اول ظهر ما له بس شكل هو، بس ولكن شباب هون عندنا سكنين معلم. عندنا السكين هذا يا زلمه ركز علي، اوه دام، وعندنا بنفس الوقت شباب السنايبر جديد، بس ولكن هل السنايبر شايف فيه اثنين ضرر يا اساطير واختراق دروع، يعني ضرر بكسر دروع بربر حبيبي والله دام. اوكي شباب خلينا نركز معلم. طبعا شباب ليش هيك متحمس يا اخي؟ انا متحمس معلم، انا متحمس كثير شباب، لانه معلم اول لفه مميزه هي بنص القيمه ب 75 بنص اكثر من غيرها، بمزح. المهم شباب ركز معي كيف لعب الاول لفه، واو مش ممكن معلم، مش ممكن، شوفوا بعينكم شباب اول لفه معلم يا اخي، كم كان لك شباب، واو او ماي جاد مان، كم كانت لفه الخبر؟ اللفه كانت 50 جوهره، جبت السنايبر شباب 50 جوهره، لا مو طبيعي معلم، هل حبايبي معلم شوي بنطلع تلاقي ما بعرف. المهم شباب ركزت معي كيف، اوكي هاي جبنا اول واحد شباب، اوكي في لفه عاديه معلم، اوكي لفه ضرب لفه عاديه نشوف، اوكي لا اوكي شباب بقى عندنا شغلتين شباب، بقى عندنا شغلتين يا اساطير، اوكي نضرب هلا بدنا نشوف، اوكي بيض تمام تمام، الله يصبر خلاص خلاص بلاش يعطونا اشياء البيض معلم، اوكي معلم سبايدر وما اعرف شو الاشياء، شو بدنا نعمل فيهم معلم؟ اعطونا شيء مثل اجنحه موكو، شو بدنا نعمل اجنحه موكو معلم؟ اوكي ركز معي كيف، خليني اجي لهون كم تور، شو بدنا نعمل التور معلم؟ التور هذا شباب هذول بظرات تبعت ال، يا اخي هذول شو اسمهم معلم، هذول نسيت اسمه معلم، اكتبوا لنا بالتعليقات اكيد عرفتوا بس نسيت. المهم معلم لفه الاخيره شباب، شو راح نسجل السكين ولا لا؟ دايم هيك بجيب لنا السكين ساب حزمة الاخوه المنبوذه يا بوي، اوكي هيك جبنا السكين يا اساطير بس ولكن حابب اشوف جاي احاول نجيب النسر الصحراء هذا معلم، اوكي نسر الصحراء شكله ما راح يجي معلم، لا تقريبا نضرب كل شيء عشان نجيب نسر الصحراء شباب، يا اخي يا اخي يا اخي بدنا نجيب نسر الصحراء، بس حابب اشوف اتاكد معلم مرات في اشوف هل يا ترى فيه شيء سمات او شيء معلم، بعدين معلم تقولوا لي بظهر لازم نشربه، لازم نحاول نجيبه، اوكي معلم ما بده يجي، يلا ولو يلا ولو نسر الصحراء دام، هيك جبنا نسر الصحراء يا اساطير، حلو كثير حلو. طبعا شباب من شفته انا يعني لسه حابب اتاكد يعني، بس بعدك اكيد بدي اجيبه يا اخي، اساس كريد يا زلمه معقول بدي اجيبه انا حبيبي والله. اوكي نطلع من هون يا اساطير، نطلع من هون. طبعا شباب نفس الوقت شباب راح يكون السكين، طول بعدين طول لازم اعمل ايه، بشرح لكم شباب الحدث هذا نزل كمان بنفس الوقت يا اساطير، هذا الحدث شباب تبع يا سلام يا سلام عليك يا سلام. طبعا شباب ركز معي كيف هو معلم، عندنا هون شباب السيف تبعت السلاح يعني المختفي، اوكي تبعت الجماعات الاساسنس معلم، اوكي وعندنا السيف، طبعا السيف بضرب خمسه بتضرب معلم بيجيك توكن وما توكن، وحبيبي والله من جمع توكن شباب لبين ما نحصل على السكين، اوه دام، اوكي شباب يعني سهل سهل معلم، ما ظن ندخل نكمل في الحدث، اهم شيء شباب نرجع لورا، طبعا شباب برجع بقول لكم هون وين؟ ايوه هون شباب، هون لا تنسوا ما تنسوا انكم تاخذوا التوكنات شباب عشان تحاولوا تسبلوا جواز وبلوس، anyway شباب خلينا نطلع من هون ونروح نشوف السكين، نروح نشوف السكين يا زلمه، نشوف السنايبر ونسر الصحراء، شوف نسر الصحراء شباب، اهم شيء نسر الصحراء معلم، شوف واللي بتوقعت يا اخي طلع فيه سمات، ديم ديم معلم نسر الصحراء، لا 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 تفرج معلم، يا لا 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 انا 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 فري فاير بلوز، هالشيء اللي عملته
اساسن كريد وفري فاير باللوز مال الفرق مره ثانيه. شوف اولي 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 دام. اوكي شاب ركز معك كيف هذا فيه سرعه يعني سرعه ومدى سرعه ومدى شباب لسه استحراش يا اخي هذا خلص سرعه ومدى شباب يعني بشي باللوز عفوا عفوا قصدي دقه شباب قصدي دقه شباب سرعه سرعه ودقه يعني نفس الصحراء معلم الهيد شوتات على تطير طيران معلم. اوكي شباب بس انا كلام ايمي تبعي شوي بنسرب بزبط بالي برز الصحراء بس اني وي شباب هيطلع السنايبر شباب نشوف السنايبر الثاني معلم اولاي دي سنشل تمام. اوه يا سلام عليك ديو معلم شوف شكل واي شي اسطوري يا اخي نعمل هيك لهون شباب يا اخي يا اخي كشكل معلم كشكل يعني انا معلم انا يعني اجي العب بالسنايبر شباب بالسكين اساسن كريد يا اخي هذا لحاله شيء واو. اوكي شباب بالنسبه لشاب فيه دمج 2 اوكي نفس هذا تقريبا هذا نفس الشيء يعني فيه 2 دمج اوكي نفس الشيء تقريبا ما في يعني هذا نفس الشيء دمج يعني هذا كلنا نفس الشيء اوكي بس هيك يا شباب هذا فيه الارمر يعني اختراق الدروع فهمتوا على كيف؟ هذا فيه اختراق دروع، يعني في شيء غير، بينما هذا الشباب هذا ريلود يعني، المهم شباب نشوف هذا نجرب هذا شباب نفس الكل شيء معلم، نروح نجرب السكين بنفس الوقت يعني معلم، معقول نجيب كله هالسكنات الاساسن كريد ما نجيب السكين، او ماي جاد مان، نجي لهون معلم، انا طبعا شباب يعني شوف حاطط 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 المظله يعني شوف يعني تخليت على مظله الساكورا شاب حاطط المظله اوكي؟ اوكي بس نتاكد من شغله جايين حتى هون، اوكي، نجي لهون وين هاي وين وين؟ ولا مو هون وين وين وين؟ 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 وين السكين يا اخي؟ اوه اولي 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 معلم ويلي لك تعال هو تعال اتفرج اوه ماي جاد شباب يا اخي شباب تعال ادخل اجرب السكين يا حبيبي اوه لا 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 لا, لا. يعني شوفوا ما يا سلام طبعا شباب راح ينزل سكين ثاني الون تبعت الاساسن كريد راح ينزل سكين تبع ايتسو اوديتوري اوكي عن قريب كمان نفس الجدول نفس الشيء يا اساطير اوكي معلم انا السنايبر هون حبايبنا خلينا نجرب على الراس هذا معلم كم جيب هيد شوت او ماي جاد مان او ماي جاد مان فبرك فبرك معلم تمام هون شباب هذاك راح لازم نجيب النسر نسر لان جبنا النسر شباب خلينا نشوف شكل النسر كمان لا يا ربي مستحيل شكل باللوز شوف والله سريع والله سريع والله سريع معلم ترى والله سريع مش سريع مش مشي ويلي والله سريع اقسم بالله معلم شي باللوز اوكي خلينا نجيب السنايبر معلم وين السنايبر نشوف السنايبر وين السنايبر خلينا ناخذ اي واحد معلم نفس الشيء اني واي خلينا حدا بالقطعه تاخذها شو بيختلف معلم المهم على ما في مشكله خلينا ندخل معلم ندخلون نجرب السنايبر والنسر الصحراء والسكين الاساسن كريز يا بوي اكس اساسن كريز اساسن كريز يا زلمه خلينا نجرب النسر نشوف الايم معلم كيف النسر الايم 90 يضرب نشوف اوكي شوف خلينا نبربر معلم بدنا نبربر شباب بدنا نبربر معلم بدنا نبربر معلم بدنا نبربره حبيبي والله حبيبي والله معلم شباب قول لي تعال شوف هذا نبربر نبربر بدنا نبربر بدنا نبربر بدنا نبربر طاوله طاولة 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 هذا شو بيعمل هذا شو بيعمل كيف علي يا اخي كيف والله شيء غريب علي يعني كيف هيك ما يصير خلينا نجرب نشوف السنايبر بعد شو وضعه اوه دام 165 معلم مثل ما اتوقع نفس الشيء نفس الشيء مش لكن حابب اضرب هذا شوف هذا شوف نضرب حلو نضرب اوكي خليه يضرب اقتلني اقتلني يلا اقتلني 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 اذا شوف دراعك كيف صار لا اقتل يا ول اوكي ما يبدا يقتل لا 200 معلم 200 200 قول لي ابلع او ماي جاد او ماي جاد معلم خلينا نشوف النسر معلم نسر 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 نجرب النسر ليتس جو وين النسر معلم شوف شوف الايم عندي بالنسر جوا معلم انا انا شاب دوب بالنسر صراحه بس ولكن يعني شوف اوكي قول لي قول لي تعال نبربرك تعال تعال نبربرك تعال تعال نبربرك تعال 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 نبربر فيك معلم خلينا نشوف بعد نحاول نجيب هيد شوت او ماي جاد يا سلام عليك والله منيح جبت النسر شباب والله يا اخي والله قول لي تعال هون تعال هون طور الدم دمي 87 او ماي جاد هيد شوت شغال معلم هيد شوت شغال معلم هذا شوف هذا الجميل الجميل ايوه 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 اطلعي اطلعي يخرب بيت سنتك يخرب بيت سنتك منك طول بالك طول بالك
عم نسأل سنايبر شباب قول لي طب شوف الوضع كيف. اوكي ابلع يا زلمة دمي ناقص معلم يخرب بيتهم يا اخي. اني واي معلم والله الصراحة يعني عجبني النسر صراحة. انا النسر شباب اللي عجبني النسر اللي عجبني شباب يعني ضربته السريعة يعني عن جد فيه سرعة عن جد لاحظنا بسرعة معلم. قول لي هات بيبي ابلع يلا علمي هو راح يديم على الطرفين. اوكي ثلاث طلقات شباب ثلاث طلقات بموت لاعب معلم بسرعة بيلعب اللوز. اوه يا اخي هلا بلشنا نحمل الوضع ابلع يلا روح معلم روح روح بربر معلم انا جايين بربر معلم جايين بجرب كل شيء ابلع ابلع بيبي 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 دام نايس نايس. اوكي حبايبنا الكرام الصراحه شباب الصراحه يعني ما اعرف شو بدي اقول لكم يعني النسر يعني انا يعني شو بدي اقول لكم يعني هذا النسر الصحراوي يعتبر اقوى نسر شباب باللعبه كلها يعني. اوكي كل سلاح فيه سرعه ودق وضرر باللوز هذا فيه يعني سرعه يعني طلقات سريعه ودقه اكثر يعني اثنين من الدقه عن جد يعني شباب يعتبر بالنسبه لي يعتبر توب 1 من نسر الصحراء في لعبه في فاير. وثاني شيء شباب بالنسبه للسنايبر طبعا شباب فيه راح يبين معنا اكثر بعد طبعا بالرانك شباب لما نجربه ان شاء الله على البس. اوكي ضرر هذا ونفس الشيء نفس ذاك بس ولكن كشكل مثل ما انتم شايفين عن جد شيء باللوز ايشي باللوز معلم. اوكي يا اساطير سو حبايبي الكرام ان شاء الله عجبكم المقطع اليوم يا اساطير لا تنسوا بزر لايك وشير ومشاركه وتعالوا جدرات وحطوا لكم تحت بالتعليقات يا اساطير بهالسكين اللوز وكل الاشياء اللوز. اشوفكم على خير تشاو.